السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ميدان الهجن اللي يجيكم كل يوم جمعة على شاشة تلفزيون قطر. بكرة إن شاء الله بينطلق أول أيام مهرجان المؤسس طيب الله ثراه، ويعتبر أول مهرجان يقام في ميدان الشحانية. خلونا نمر على اللجنة ونشوف استعداداتهم وجاهزيتهم لهذا المهرجان. السنة المؤسس يختلف عن المؤسس السنة اللي راحت، السنة فيها بنادي والمجلس التعاون خليجي مجتمعين، والسنة هذه ضفنا أشواط اللي هي أشواط إنتاج قطر. العرب في الحقيقة هم أصحاب فطنة، لكن فطنتهم في موضوع الإبل كانت فطنة عالية. بتحصل لنا مشاكل كتير في موضوع عملية الضراب، طبعاً أهم حاجة عندنا بنعملها اللي هي جهاز الألترا ساوند، بدأ يدينا تفسير لكل المشاكل دي. أنت ما تشوف في نفسك أنك مضمر ناجح؟ كل واحد يطمح لأفضل، بعدين الرئيس هذا مدرسته ما تنتهي. مقبلين على مهرجان المؤسس، وش يعني لكم هذا المهرجان؟ الناس مجهزين والركض أقوى من السنوات اللي راحت. ما حد بجاي كان له عد العد. والفوز الأول والأخير هو اللي اشترك في هذا المهرجان. أرحب بكم في اللجنة نظمة صفقة الهجن، تغطيتكم لمهرجان المؤسس الشيخ جاسم طيب الله ثراه. اللجنة نظمة صفقة الهجن، تعرف المهرجان بيكون في شهر 12 مع اليوم الوطني لدولة قطر، هذا شيء معمول فيه من سنوات، تقريبا أكثر من 6-7 سنوات. اللجنة نظمة صفقة الهجن دائما تطلع في مفاجآت للملاك والمضمرين، والسنة هذه ضفنا أشواط اللي هي أشواط إنتاج قطر اللي هي سميها DNA. ضفنا السنة اللي فاتت في ختامي الأمير ضفنا شوطين 4 أشواط حق الحقائق، السنة رفعناها لأشواط اللقاية، عملنا فيها أشواط سيارات لسن الحقائق وسن اللقاية. السنة المؤسس يختلف عن المؤسس السنة اللي راحت، السنة فيها بنادي والمجلس التعاون خليجي مجتمعين، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. احنا رجعنا على رزنامتنا القديمة اللي هي 2016-2017 اللي هي أشواط الرموز للشعب فقط، أصحاب السمو والسعادة الشيوخ لهم أشواط، لهم مشاركات، لهم جوائز عينية ونقدية، وهذا كانت معمول فيه في السنوات السابقة. السنة يميز مهرجان المؤسس أن عدد أشواطه 378 شوط، عدد سياراته 207 عدد السيارات، أكثر من السنوات اللي طافت. كل سنة احنا دائما نهتم في نشوف عدد المشاركين، نشوف عدد الهجن اللي موجودة في الأشواط، نحب قد ما نقدر أن نوسع على المشاركين. والمهرجان المؤسس وضع لأول مهرجان يعتبر في دولة قطر كمهرجان رسمي اللي هو مهرجان المؤسس، بعدها بيكون عندنا مهرجان سمو الأمير الوالد. مهرجان سمو الأمير الوالد بيكون فقط خاص لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والقطريين، والمهرجان هذا تعرف زي ما انت عارف جوائزه ضخمة. تعرف موضوع الكورونا موضوع يعني لا زال له احترازاته وله شروطه في دولة قطر بالنسبة لوزارة الصحة ووزارة الداخلية. الجميع لازم يهتم ويحافظ على التباعد، على الكمامات، فاحنا نطلب من اخواننا المشاركين التقيد بالشروط اللي هي موجوده. لكن بالنسبه لدخول الهجن الحمد لله كان في تسهيل كبير، نشكر وزاره البلديه، نشكر وزاره الداخليه، نشكر الجمارك على تسهيلهم لدخول الحلال الهجن من المركز، وكما نشكر صراحه اخواننا اللي متعاونين ويانا من اداره الثروه الحيوانيه في هذا الموضوع، وهذا الموضوع صراحه سهل على جميع الملاك اهل الهجن الدخول بسلاسة، ووفر لهم صراحة
يعني مناخ طيب عند المركز أبو سمرة، أنه ما في أي عرقلة لهم. الهجن توصل إن شاء الله في أقل من تقريبا من 7 ساعات إلى 8 ساعات من دول مثل التعاون الخليجي، وهذا شيء طيب. فالحمد لله إحنا موجودين في المركز، موظفين موجودين في المركز، في دكاترة بيطريين موجودين في المركز قايمين بدورنا، ونتمنى لهم التوفيق. والمهرجان راح إن شاء الله ينجح نجاح كبير إن شاء الله. شوف اللجنة المنظمة سباقة الهجن حطت تواريخ معينة، تواريخ للترصيص، تواريخ للتشبيه، تواريخ لأيام الانطلاقة وأيام التسجيل. نتمنى من أخواننا المشاركين أنهم يتقيدون بالتواريخ هذه ويحضرون قبل السباق بأيام لتثبيت هجنهم من ناحية الهجن اللي مش مرصصة ترصص بشريحة قطرية. بالنسبة للهجن اللي هم يبون يشاركونها في أشواط العمانيات يتقيدون بالتواريخ، لأن التواريخ هذه تواريخ مهمة. تعرف العملية مش عملية سهلة، في لجان، في دكاترة، في مسؤولين يتابعون العملية هذه. فإحنا يعني دورنا إن إحنا نسهل لهم جميع الصعوبات. كما نشكركم تلفزيون قطر على تغطيتكم لمهرجان المؤسس. خلونا نطلع شوي من أجواء الركض ونروح العالم الإنتاج. مشاكل اللقاح عند الإبل جابوا لها جهاز مستحدث ما يسمى بالسونار. خلونا نتعرف عليها أكثر في فقرة عيادة. جهاز التناسلي في النخ زي معظم الحيوانات بيتكون من الجزء الخارجي اللي هو المهبل، في كمان اللي هو الرحم، والرحم في النوق بيبقى ليه خصائص معينة، ان هو بيبقى البودي بتاعه طويل شوية وبيتكون من قرنين اثنين، قرن يمين والقرن اليسار، وفي من امام اللي هو عنق الرحم. كمان في الجزء المبايض وبيبقى مبيضين، مبيض على اليمين ومبيض على اليسار، ودول بيبقى طبعا بيحدث فيهم تطور بتاع البويضات والتبويض. النوق عادة بتوصل لسن البلوغ من سن 2 لسن 3 سنين، ولكن النضج الجنسي بيوصل من سن 4 لحد 5 سنوات. يمكن تستمر الناقة في الإنتاج لحد عمر 30 سنة. طبعا الفترة دي بيبقى فيها فترة الحمل واللي هي بتبقى مدتها 12 شهر، وفترة العناية باللي هو الحوار الصغير بتبقى غالبا لحد 6 لـ 8 شهور. فبالتالي بالحسبة يبقى أكتر عدد ممكن تحصل عليه الناقة من الأولاد أو من الإنجاب غالبا بيبقى 13 كحد أقصى. دورة الشبق في النوق، وهي دي الدورة اللي مسؤولة عن العملية التناسلية في الإناث. طبعا النوق بتعتبر من الحيوانات اللي هي متعددة الدورات، كمان إن دورة الشبق في الإناث اللي ما بتحصلش ليه النهاية، يعني ما بيكملش بيها التبويض إلا بعملية التزاوج، وده حاجة مميزة للإبل، يعني ما بيحصلش فيها الدورة الكاملة زي بقية الحيوانات. بيحصل دورة الشبق بتكمل عادي النمو بتاع البويضات وبتقف تنتظر عملية التزاوج. إذا حصل عملية التزاوج بيحصل عملية التبويض وبتستمر بالحالة. طبعا ما حصلش عملية التزاوج بيحصل حاجة اسمها إعادة امتصاص للبويضات تاني داخل المبيض. أول ما بيحدث عملية التزاوج بتحصل عملية التبويض في الفترة اللي هي 36 ساعة بعد عملية التزاوج. دورة الشبق بتنقسم لجزئين، اللي هي دورة نمو البويضات أو الحويصلات بتبقى من 2 لـ 12 يوم، وفترة الخمول اللي هي الريجريشن بتبقى من 4 لـ 7 أيام. بتحصل لنا مشاكل كتير في النوق في موضوع عملية الضراب وعملية اللي هو اللجاح، اللي هي إن حصول المطية على الحمل. بتجيلنا شكاوي كتير. كان زمان دايما بنسمع ان هي عمليه ان هي الشوال الكاذب. طبعا كلمه شوال ده علامه من علامات الابل ان هي بريجننت او ان فيها حمل، فبيقول ان هو شوال كاذب، ان هي بتدي العلامات وفي الاخر ما بتبقاش بريجننت. ممكن برضو المشاكل بتقولنا ان بيدرب اكتر من مره، بيحصل اضراب اللي هو عمليه التزاوج، بيحصل عمليه تزاوج اكتر مره وبرضو ما بيحصلش حمل. برضو من المشاكل اللي بتنطرح ان الفيميل نفسها او الناقه نفسها ما بتبديش عمليه الرغبه الجنسيه، يعني برضو دي برضو من عمليات التطور النضوج الجنسي في المطيه. برضو من المشاكل ان بيحصل حمل وبيحصل فيه اجهاض مبكر، دي بتبقى حالات فسيولوجيه اكتر ما تبقى حالات مرضيه.
لان في حالات تانية مرضيه بيحصل فيها الاجهاد على فترات مختلفه من الحمل، وكل حاجه ليها دلاله. اما احنا بنتكلم عن الموضوع الفسيولوجي اللي هو خاص بعمليه دوره الشبق، مع تطور طبعا رياضه الهجن وتطور في الاجهزه الطبيه والطب البيطري بدا يحصل عندنا التولز او الادوات اللي بنقدر نفهم ليه بتحصل المشاكل دي. طبعا اهم حاجه عندنا بنعملها اللي هي جهاز الالترا ساوند او اللي هو التصوير التلفزيوني. طبعا في الفترات الاخيره بدانا نستخدمه في كل الحالات وبدا يدينا تفسير لكل المشاكل دي، لانك بطريقه الاستخدام الجهاز ده بتبقى شايف ايه اللي بيحصل جوه، ايه المشكله اللي موجوده في الجهاز التناسلي بتاع المطيه. طبعا في كمان الطريقه الثانيه طريقه تحليل الدم وتحليل الهرمونات ونسب الهرمونات، دي بتدينا دلالات عن وضع دوره الشبق، المشاكل اللي موجوده جوه المطيه. النهارده معانا الحاله اللي ورانا دي، المالك بتاعها جالنا منه اتصال ان هو بيشتكي من ان هي ما بتلجحش، بيحصل لها عمليه تلقيح اكتر من مره وكل مره ما بيحصلش فيه حمل. فهو طبعا طلب مننا ان احنا نيجي نشوف الوضع ايه. اول خطوه هنعملها ان احنا هنصور بالالترا ساوند عشان نشوف الوضع، حاله المبايض، وضع البويضات، الوضع بتاع الرحم، هل فيها التهابات. على اساس التشخيص اللي هنشوفه في بالسونار هنقدر نوصف للمالك ايه العلاج المستخدم لعلاج الحاله دي. طبعا السونار اللي معانا ده دلوقتي هنشتغل في الحالات الحيوانات الكبيره، بنشتغل بالالترا ساوند بالكاميرا اللي هي اسمها ترانس ريكتال، دي بتبقى كاميرا داخليه عشان نصور فيها من داخل. في كاميرات تانية بنصور من خارج الحيوان، لكن الحيوانات الكبيره لازم نستخدم لها الجزء اللي هو ترانس ريكتال. بعد ما صورنا الحاله بجهاز الالترا ساوند عشان نشوف ايه المشكله اللي جوه، فعلا لقينا في مشكله في التهابات في الرحم وفي بعض الخمول في المبيض اليسار. بنتعامل معها ديت بعلاج بالهرمونات زائد اللي هو الغسيل الرحمي اللي احنا عملناه، فاللي هو بنغسله بمحلول معين بتركيزات معينه بنغسل بها كتنظيف للرحم، بيبقى مضاد للبكتيريا الموضعيه، وبنكتب طبعا للزبون كورس علاجي بيمشي عليه. وبعد ما بيخلص الكورس بنرجع نعمل تشيك اب تاني مره بالسونار بحيث نشوف الوضع عامل ازاي جوه، تحسن الموضوع ولا هتحتاج اكتر. استخدام الالترا ساوند في الفترات الاخيره بقى منتشر جدا وبقى مهم جدا، بيوفر على الطبيب البيطري وعلى كمان صاحب الحاله وقت كتير، بدل ما كنا نشتغل بالطريقه اللي هي التراديشنال ان احنا نلقح ونستنى 15 يوم وما عملتش ونلقح. فدلوقتي بقت بقينا نستخدم الوسائل ديت للتشخيص السريع، وبالتالي بنوفر وقت لحدوث الحمل، وكمان بنوفر وقت على كورس العلاج نفسه. بدل ما انا اوصف كورس علاجي او هرمونات بتبقى تشخيص خاطئ، السونار بيديني التشخيص الصحيح 100% جوه الحيوان. انصح كل الملاك الهجين بالذات اللي بيبقى عندهم نوعيات مهمه او بيبقى موضوع الضراب فيهم في اوقات محدده، في اول موسم الضراب اعمل تشيك اب كامل على كل الحالات اللي عندك بالالترا ساوند، هتقدر تفنط الاوقات المناسبه للتلقيح للحيوانات للنوق اللي موجوده عندك، وبالتالي بتزود نسبه احتمال الحمل عندك من 70% لـ80%. يا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة بدون تحفظ. ضيف جديد يتواجد معنا من ملاك ومضمرين الهجن، مسعود بن محمد القطامي. يا مرحبا بكم، اسهل يا ابو محمد. مرحبا، الله يطول عمرك، شرفتنا ونورتنا. نشر الله يسلمك. يا مرحبا بكم، اسهل. مرحبا بك ابو محمد. نبدا معك بمع او ضد. مع او ضد توثيق العقود بين المضمر والمودع؟ ضد. مع او ضد الغاء الفحوصات على جميع اشواط الرموز؟ لا، ضد. مع او ضد انكرار من اقوى الفحول في محميه ام الزبر؟ نعم. مع او ضد من يقوم بالتهويه لهجنه قبل السباقات؟ ضد.
مع أو ضد أن نسبة البعير أكثر من نسبة الناقة في الإنتاج؟ ضد. بنناقشها معك أبو محمد، ولكن مشاهدينا الكرام فاصل قصير ورجع لكم إن شاء الله. يا هلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أبو محمد سلبي اليوم، كل شيء ضد ضد ضد، ليش؟ لا لا، الكلام وجهة نظر، أنا لي وجهة نظر وغيري له وجهة نظر، كل إن... طيب تكلم عن وجهة نظرك، قلت لي أنك ضد توثيق العقود بين المضمر والمودع. أول شيء إذا دارت النية من المضمر ولا المودع المطيع هي متوافقة. عند رأيها؟ عند رأيها. دارت النية دائما يعني؟ دارت النية إذا دارت نيتك ما توفقت أنت، كأنك أنت يا مضمر دارت نيتك ما توفقت أنت، ومن جميع الطرفين. إذا دارت نية واحد المطيع هذي تمدحك. مطية صغيرة سبوق بينت على الشاشة وهو مودعها رأيها حاشي. أيوة. في مراحل. أيوة. طلعت وبينت على الشاشة وسبقت، دارت نية المودع أني بأخذها من عند مسعود وبعطيها حمد، ما توف مي متوفقة خلاص مي متوفقة. واللي يجعلها المطية إذا قدك ما بينكم شرط، المطية إذا قدك تدبها أنت اللي تعسفها تقعد عند رأيها لين يردها اللي ما يسمح خاطرة منها، ليسمح خاطرة. أما إذا بيني وبينك شرط اللي أوله شرط آخر عنه، معناتها أنه مو بحسن أنه يكون في اللجنة يعني نقاط معينة بين المودع والمضمر بحيث انه يضمن حقي ويضمن حقك. شوف، اول شيء الرئيس لا فيه جهال ورجاله، فيهم ان شاء الله الخير والبركه. والواحد انا مثلا انا بودعك انت العوامي بيني وبينك اتفاق المعروف عند هالهجن، المعروف خذيتها صعبه 50%، خذيتها سبوق 30%، على حسب. شوف تاخذها ب 50 ب 40 ب 30 حتى لو انها صعبه، على حسب اتفاقك بينك وبين رايح. يعني اللي هو شرط اخر النور. نعم. وشفويا بلا توقيع عقود ولا شوف توقيع عقود اذا انت ما انت واثق من الشخص ولا متخوف منه، يعني ما بينك وبينه معرفه تامه. حلو، هذا تقدر انك تضمن حقك. اما اذا انا اعرفك عز المعرفه وواثق فيك مو بلازم اني اسوي معك عقد ولا ولا حد يدري اصلا اني ودعتك ولا ودعتني، مو بشرط. صحيح، اخواننا كلهم ان شاء الله فيهم الخير ان شاء الله فيهم الخير ومن الظن فوق. قلت لي انك ضد الغاء جميع الفحوصات على اشواط الرموز. السن الصغير اول شيء فيه مشترى وتسعير، فيه تسعير. ونشكر القائمين على هذه الشحانيه، وهذا لمصلحه الجميع. اول شيء يحفظون الحلال من التنشيط القوي اللي ضره، و إلين يتعدى مرحلة السعير، وإذا تعدى مرحلة السعير كل يتصرف في مطيته. بس أنا عندي نقطة، خذ راحتك. دام المطايا الكبار الأشواط اللي عليها السعير ولا هي بأشواط الرموز، حلو، هم فكين أشواط الرموز، أنا وجهة نظري أنهم ودي أنهم يفكونها لمصلحة الجميع. اللي هي قصدك أشواط السيارات، أشواط السيارات السن الكبير، السن الكبير أنهم يشيلون الفحوصات منها مثل الرموز. ولكن ما راح يكون فيه لذة في أشواط الرموز إذا كانت أشواط؟ لا، إلا ما لها شكل إنك تأخذ لك جائزة وأنت ما هورك فحص. لا، هذه تأخذها وتروح وامن، هذه دحم أخوان شمل في أشواط الرموز. لا دحم أخوان شمل، إذا قد مطيتي على هذه سعيرة يعني حقه ولا لقية ولا جذعة حط لها فحص، بس مطيتي ما لها هذه سعيرة وأشواط اللي عليها المعتمد يعني ولاة الأمر سامحين بها. مضمر الناجح تفرق السبوق عنده من المضمر العادي؟ نعم تفرق. السبوق ما تطلع بيدها؟ السبوق تطلع بيدها بس تحتاج مضمر. مضمر يديرها مضبوط. يديرها مضبوط ويعدها صح. قلت لي أنك ضد من يقوم بالتهوية لهجنة قبل السباقات. أول شيء بالنسبة للتهوية يعني إحنا أنا بالنسبة لي أنا مجرب. أول شيء كلها توفيق من رب العالمين. صحيح. المطية إذا الله قبلها سواء كنت مقيم في دارك ولا رحت تهويها تعودت، إذا هي متقبلة درهمت الدرهم أنت هاقم فيها ولا من فوقه. بس إذا ما عاد متقبلة هويها انت ولا قعدت في دارك هي الحلال الله يجنه وياك من الدور. له قبول ولا دبور؟ له قبول. الحلال أقبل انفع مع التهوية ونفع مع كل شيء. ولكن إلى قدر حتى الذلول اللي متقبلة حتى التنشيط ما ينفع. صحيح، ولكن إلى قدر تبرت تبرت خلاص. نعم. سواء في تحميل. نعم. ما في تحميل بس في الواحد إلى الله وفقه في حمد ربه على توفيق رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم الحال. ولكن نعمل بالأسباب، نقدر نقول هذا سبب من الأسباب ومن جد وجد ومن زرع حصد. صحيح، أنت في فترة من الزمن قدمت لنا أسماء في مهرجان قوي والركض اللي عقبه مطايق خابه كله. أنا طال عمرك أول شيء أنا هذا اندل، هذا أول شيء اندل. أول شيء تروح منك السبوق، راحت منك السبوق ترى ما عاد ينفع ما يطلع مضمر إلا بسبوق. أي مضمر بسبوق وبعلاج.
حلو. بدون حلاية ترى ما تروح ديله. قلت لي انك ضد نسبة البعير اكثر من نسبة الناقة في الانتاج. اول شيء طال عمرك البعير له دور والناقة لها دور. الناقة المنتج لها دور. الناقة المنتج لها دور والبعير له دور. حلو. كلها عوامل مساعدة للثاني. كلها انا بعطي البعير 50 والناقة 50. تساوي. تساوي. اهتمامكم في الانتاج في الايام دي. احنا اول شيء بالنسبة لنا احنا مهتمين فيه من سنين طويلة. مرابطكم خاصة. عندنا مربط طيب مهتمين فيه جدي الله يرحمه. اللهم. ووالدي الله يطول عمره. اللهم. مهتمين فيه جدا من عادني ما بعد ولدت الدنيا وهو مهتمين فيها واعتنينا فيها بالركاب الطيبة هي صايل واعتنينا فيها بالركاب الزينة عقب ما جات الرئيسات وجاءت البيع على الشيوخ اهتمنا فيها أكثر والحمد لله توفقنا فيها. تضربون دائما بركاب ام الزبار. نضرب بركاب ام الزبار ونضرب بركاب الرفاقه. الناقه المنتج ايش تعني لكم انتم كمنتجين؟ الناقه المنتج اول شيء ما تجي بالسهوله. اول شيء انا بوصل لك معلومه انا مكتشفها السبق مربط. صحيح عشان كذا نشدتك من المربط. السبق مربط حتى لو دربتها وهي حليوه جت من دون الظن ربطها ايش فعلها بالانتاج؟ لا اردها للانتاج واضربها بجيك بسوق. في الهجن السباق الطيبة اللي ساس سبق هي اللي تجيب الهجن السباق. يعني أمات السوق ذي أبعدنا منها. شو أمات السوق ممكن نجيبها طيب. ولكن ما حد ولكن أنت كمنتج ما يبسوى عندك الحلال المقيم اللي أبن عن جد وكله عارف وعارف سلالته وذا الناقة اللي الدخلية اللي داخلة عليه. بعض العربي طال عمرك ممكن يشتري له واحد من السوق تخذي أخير من بلاد. صحيح صحيح. وتوفيق وارزاق. صحيح ولكن اهتمام الإنتاج أبن عن جد وتطوير السلالات. ودخول السلالات كلها على الثاني. أول شيء في الإنتاج طال عمرك لازم يكون حدا مهتمين فيه، مهتمين في ضلابه، مهتمين في تغذيته، ومهتمين في الحيران، في الحيران اللي تولد. تسمع؟ محافظة عليها. محافظة عليها. وإذا أدبتها بعد تحافظ عليها على أكثر طبعها. منها يوم هناك. إيه تحافظ على طبعها وتغذيها التغذية الصحيحة. صحيح. المناسبة. وتزبنها وتعدها لين تصل الركض اللي انت تبغى. في ناس ياخذها تقضي انجاز الحلال يكسر اجدادك دم صدرني يعني يستعجل عليها. انا ضد العجله. كيف تقيم نفسك كمضمر من ابناء جيلك من الشباب؟ هل انت ناجح؟ والله طال عمرك شوف اي واحد طال عمرك تيجي تقول انت ناجح حتى لو انه يعني فاشل. لا شوف على المعطيات خليك من الرد الدبلوماسي. انا بقول لك حاجه الواحد اي واحد يقول له انت ناجح حتى لو انه فاشل بيقول انا ناجح. تسمع؟ ولكن على يعني الميدان يحكم. الميدان يحكم والعاقل خصي بنفسه. صحيح. والدعوه كلها ترجع لتوفيق الله سبحانه وتعالى. الله يوفقنا وياكم ولكن على المعطيات اللي قدمتوها لنا في سواء في اشواط الانتاج في السن الكبير في السن الصغير مستوى رموز مستوى اكثر من 30 سياره يعني مستوى قوي. اللهم لك الحمد. انت ما تشوف في نفسك انك مضمر ناجح؟ شوف انا طال عمرك انا ما بقول لك اني انا افضل واحد. يعني الحمد لله انا راضي على انجازي. اهم شيء راضي عن نفسك. انا الحمد لله اللهم لك الحمد. اتمنى الافضل. كل واحد يطمح للافضل. بعدين الريس هذا مدرسة ما تنتهي. صدق والله. والريس ذا كل وقت تكتشف لك شيء ما اكتشفته السنين اللي طاف. يعني هذه ترجع على شطارة المضمرين. ترجع على الذكاء. على نباهة الرجل. يعني معناته انك مضمر ناجح ان شاء الله. انا ان شاء الله اني ناجح اللهم لك. ايوه هذا اللي انا ابغى منك. الحمد لله رب العالمين اعتبر قلب. الحمد لله رب العالمين الله يوفقنا والله يعطينا ان شاء الله وياك نجاح الدنيا والاخره. اللهم امين يا رب العالمين. اهتميت في الانتاج وشفنا التاريخيه مع رمز اللقاي الانتاج ومشغل مع رمز الانتاج. اول شيء هذا توفيق من رب العالمين. اللهم لك الحمد. وهذا الفضل لله الاول سبحانه الوالدي الله يطول عمره. اللهم النجاح ذا كله عن طريقتي. صحيح. يعني اسمين في يوم واحد هذا انت كمضمر تشوف انه مو بشيء بسيط. لا والله الحمد لله انا عاسبك كل زمان اللهم لك الحمد. ونتكلم عن اشواط الرموز يعني المطايا اللي تطلع من الانتاج على مستوى انا ما انا دائما اذا كان عندي سبوق انا اتواجد في اشواط الرموز الانتاج لاني انا بعد الله معتمد على انتاجي ولا عندي الا انتاجي. يعني ما عندك دعم؟ لا ما عندي دعم الحمد لله الله مغنينا بغناته اللهم لك الحمد. احنا في بركه وسعدنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نسال الله التوفيق. معناته ان اعتمادك اعتماد كلي. نقدر نقول انك لو ما جاتك ودايه انت ما انت بخسران. الحمد لله رب. اول شيء طال عمرك انا مهتم في انتاجي محافظ عليه بعد توفيق الله نحمد الله ونشكره على التوفيق. الركض قوي ذي الايام. الركض ما فيه كلام ما هو بسبب السوق. بكره ان شاء الله ينطق اول ايام مهرجان المؤسس من المحل الاول الى المحل السادس
شفنا قوة مية طبيعية مشاركين مهرجان الركض القوي بتشوفه المؤسس بيخدي أقوى من المراكز اللي طافت أقوى نعم طيب الناس متعنين متعنين والحلال قدها اللي على أول جهوز واللي قده جاهز مقيض قطر طبعا يفرق من مقيض برا ومن التحاميل ومن البراد ومن السقو يفرق بها أشياء واجد شوف بالنسبة للمقيض دلول من رعيها حلو قيضها في قطر ولا في أي مكان يعني ما يصيف رعيها برا شوي لا شوي دع له كافي يصيف بيعود يأخذ يشم هواء وبيعود ما عنده مشكلة أكثر من 30 سيارة تقريبا 4 رموز في داخل الدولة وخارجها وش يفرق الإنجاز بين والله أول شيء هذا توفيق الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين أنا توفقت خيط رموز ونطمح للمزيد وش يفرق عندك بين الإنجاز المحلي والإنجاز الخارجي لما أخذ كلها شوف كل ناموس له طعمها الخاص له طعمها الخاص وله فرحته وأنا الحمد لله أتوقع أنا خذيت لي رمز في الوثبة وفي ختام الوثبة ختام الوثبة معروف قوته يعني. قوي والحمد لله توفقت فيه وخذيت 3 رموز في الشحانية من أقوى المراكيض وأقوى المواسم صحيح يعني في 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 دورتين في الشحانية وفي الوثبة للركض الوثبة ختام الوثبة 2017 حلو ما كان عندي إلا قعود واحد وسجلته في الرمز والحمد لله توفق هذا الرمز واحد وفي الرمز نعم هذا شيء قوي الحمد لله توفيق من رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولكن طعم الناموس الخارجي غير نعم طعم الناموس الخارجي وكان أول رمز أخذه في الوهبة كنت دائما أطمح أشارك في أشواط الرموز يعني كنت تقز الطريق شوي شوي لين وصل يعني الحمد لله حالنا حاضر وخلنا الحمد لله رب العالمين تستاهل تستاهل خير إن شاء الله في رموز قادمة والله نقول إن شاء الله إن شاء الله وش الأسباب اللي أدت إلى تسارع التوقيت الزمنية وخاصة في السنة دي أول شيء طال عمرك السلالات تتطور حلو الكلام والعرب يتطورون في العلاجات والترتيبات يعني مواكبة الأحداث لازم عند المضمرين نعم والسلالات تتطور بكرة إن شاء الله بينطلق مهرجان المؤسس مهرجان قوي أول مهرجان يقام في ميدان الشحنية والله أنت من مجهز هذا المهرجان والله عدي العدة والحلقة اللي ما بعد استعد إن شاء الله أنا بيستعد المهرجان الجاي المهرجان الجاي على مستوى شواطر الرموز جوائز مليونية 5 مليون والله يا طال عمرك 5 مليون للحيل وأنا مطي كبار ما عندي في السن الصغير في السن الصغير نعم. مش تفضل السن الصغير ولا كبير والله أفضل السبوق وين ما كانت كبير ولا صغير نعم الله يبارك لك إن شاء الله الله يجزاك خير ويطول عمرك كلمة المحبين شعارك ومحبين أقول يبشرون إن شاء الله باللوم الزينة ونتمنى التوفيق لنا ولأخواننا المسلمين الله يبيض وجهك وجهك أبيض أشكرك وأشكر تلفزيون قطر الله يسلمك نشكركم على زيارتكم للعزب وعلى مقابلاتكم لأخواننا المضمرين واجبنا ونتمنى التوفيق لنا ولكم إن شاء الله ونقول شدوا حيلكم نبغي منكم المزيد الله يجزاك خير وهذا واجبنا وابشروا بالخير إن شاء الله إن شاء الله مرحبا مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم إلى ختام فقرة بدون تحفظ تابعونا في الفقرات القادمة معروف عن العرب بسرعة البديهة والفطنة بمعنى بأن فلان فطين وانضربت عليها الكثير من الأمثلة خلونا نتعرف عليها أكثر في فقرة السنة العرب في الحقيقة هم أصحاب فطنة ابن المقفع ذكر ذلك كما أورد أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة في حديثه في الليلة السادسة فذكر فطنة العرب الغالب أنه الدافع أو سبب هذه الفطنة هو أنه هؤلاء القوم كانوا يسكنون في صحراء ما فيه أمن الواحد لابد أن يعتمد على حواسه ليؤمن نفسه إذا لم يكن فطنا ربما اقتحم عليه العدو ربما اقتحم عليه أسد في الصحراء ربما تعرض لأي خطر فهو كأنه كان يمتلك الغريزة التي تمتلكها يعني مختلف الكائنات الحية التي تعيش في الصحراء لكن فطنتهم في موضوع الإبل كانت فطنة عالية فأغلب العرب كان يستوي عندهم أن يرى أحدهم الناقة أو الجمل أو يرى أثره فيستوي عنده الأمر يعرف ربما يعرف أثرها يعرف هل هي عوراء هل هي بتراء الذيل هل هي شرود من خلال أثرها فقط من أغرب ذلك القصة التي تروى عن أبناء نزار كان لنزار بن معد بن عدنان 4 من الولد هم مضر وربيعة
وإياد وأنمار، وقسم بينهم ماله قبل أن يموت، فأعطى لمضر قبة أدم كانت عنده حمراء لأنه كان أقرب أبنائه له، وأعطى لربيعة الفرس وما أشبهه، وأعطى لإياد كل ما أعطاه شيء يختص به، وقال لهم إذا اختلفتم في قسمة الغنيمة اذهبوا إلى الأفعى الجرهمي. وكان الأفعى الجرهمي هذا حكيما من حكماء العرب يسكن في نجران، كان العرب يذهبون إليه ليحتكموا إليه وليحكم بينهم. فلما اختلفوا في قسمة الميراث ذهبوا إلى الأفعى الجرهمي. هم في طريقهم رأوا أثر جمل، حينما رأوا أثره قال مضر هذا جمل أعور، فقال ربيعة هذا جمل أزور، أي مائل، يمشي مائل في حركته في مشيه. قال إياد هذا جمل أبتر، أي مقطوع الذيل. وقال أنمار هذا جمل شرود، هذا من مجرد رؤيتهم لأثره فقط. ثم ساروا فوجدوا رجلا يطلب الجمل، يبدو أن الجمل جمله وقد ضل عليه، فسألهم عنه، قالوا هل جملك أعور؟ قال نعم. قالوا هل هو أبتر؟ قال نعم. قال هل هو أزور؟ قال نعم. قالوا هل هو شروط؟ قال نعم. اعطوني جملي أو دلوني عليه. قالوا نحن لم نره وإنما وجدنا أثره. فذهب معهم إلى الأفعى الجرهمي وشكاهم إليه، فسألهم الأفعى من أين عرفتم؟ قال نحن لم نرى الجمل، نحن رأينا أثره فقط. قال من أين عرفتم كل هذه الصفات من دون أن تروا شخص هذا الجمل؟ فقال مضر قال لما رأيته يأكل من طرف العشب ويترك الطرف الآخر عرفت أنه أعور، فهو يركز على جانب واحد من العشب. وقال لي ربيعة كيف عرفت أنه أبتر؟ قال عرفت أنه أبتر لأن بعره يمشي في اتجاه واحد لا يتفرق، لأن طبيعة الناقة إذا تساقط منها البعر أن يتفرق لأنها تحرك ذيلها. فقال عرفت أنه مقطوع الذيل لأن بعره يمشي في اتجاه واحد ويكون مجتمعا. فسأل إياد كيف عرفت أنه أزور أي مائل؟ قال رأيت خطوه أثره مختلفا. وقال لأنمار كيف عرفت أنه شرود؟ قال رأيته يأكل من المكان الخصب ثم ينفر إلى مكان أقل خصب منه فعرفت أنه شرود. فأعجب الأفعى بذكائهم وعرف أنهم أصحاب فطنة، وجلس يسترق إليهم السماء. فلما جلس جاءهم بالطعام، فلما جاءهم بالطعام والخمر شربوا الخمر، فقال مضر والله هذه خمر كريمة إلا أنها كرمتها غرست على قبر. وقال ربيعة هذا لحم طيب إلا أنه شاته غذيت بلبن كلبة. وقال إياد والله هذا رجل كريم لكنه ليس لأبيه، يعني أبوه رجل آخر، يعني ليس أبوه الذي ينتسب إليه. فذهب الأفعى إلى أمه وهددها وقال لها أخبرني الخبر. قالت صحيح أبوك لم يكن ينجب، فأنا ذهبت إلى رجل آخر وأمكنته من نفسي وأنجبتك. فعرف ذكاءهم من ذلك. قال لهم من أين عرفت أن هذه الخمر ورثت على قبر؟ قال له مضر أنا وجدت منها مسا في رأسي فعرفت أن ذلك من أسباب الموت وأنها ربما غرست على هذا القبر. قال لصاحب الشاه الذي انتقد لحمها كيف عرفت أن هذه الشاه غذيت بلبن كلبة؟ قال عرفت لأني وجدت فيه خبث ريح ليس في اللحم الطبيعي. فنادى الراعي وسأله قال صحيح ماتت أم هذه الشاة وهي صغيرة فغذوتها لبن كلبة. وسأل صاحب الخمر فقال صحيح هذه الكرمة نبتت على قبر أبيك. فهذا ما يدل على فطنة العربي في مجالات كثيرة وخاصة في موضوع الإبل، والقصص في ذلك كثيرة. متواجدين مشاهدينا الكرام في عزبة السيد راشد بن سعيد العرج. يا مرحبا ومسهلا يا أبو سعيد. الله يرحبك. يا مرحبا شرفتنا ونورتنا. الله يرحب بك نفداك. جودك مرحبا. أبو سعيد مقبلين على مهرجان المؤسس بكرة إن شاء الله، أول أيام انطلاقة مهرجان المؤسس، مهرجان قوي ويعتبر أول مهرجان يقام في ميدان الشحانية ذا السنة. اعتبر المشاركين المحليات الستة الأولى عبارة مهرجانات بقوة، ولكن بكرة إن شاء الله يبين قوة المهرجان. صحيح الركض السنة قوي، الركض مفتوح وجاءوا أهل الخليج كلهم في الميدان في التماهيد الأولى، ومقبل علينا مهرجان المؤسس ونتمنى التوفيق لله ولهم. أسماء قوية ذا السنة القاية، والحقائق عندك أثبت قوتك في التماهيد الأولى، عندك حقائق قوة. أشواط الرموز، أنتم ناس معودين على أشواط الرموز. صحيح ذا السنة غير، شلون تشوف قوتها ذا السنة؟
والله السنة الركض مفتوح وكل يوم جينا حلال من الإمارات من السعودية من الكويت. حلو. ومن عمان. والركض مو مثله العام. طبعاً تميزة ذا السنة هنا ما مثل السنوات اللي راحت. ذا السنة غير. الناس جايين من كل الميادين متواجدين في ميدان الشحانية طامعين للي نطامع به. المطية اللي كنا نحضرها في الرموز السنة اللي راحت والسنة اللي قدامها مطية سبقتين تنافس على الرمز. ولكن ذا السنة سيارة سيارتين ثلاث ما تدري. صحيح أكيد الرمز صعب. حلو. الرمز ما يجيب إلا مطية سوق. حلو. السبق موجود عندكم. صحيح موجود عندنا. موجود. حاطين فيها شوط رموز. عندنا في الحقائق. الشوط المفتوح. حلو. وعندنا شواط الإنتاج. حلو. الكار والقعدان. وعندنا في اللقاية المفتوح وشوط الكار الإنتاج. وعدنا عبد الهادي من الخليل إنه يتفوق في شوط الإنتاج. وفي المفتوح بعد. المفتوح هذا الحين ما قربنا منه. عبد الهادي وعدنا في اشواط الانتاج انه يتفوق حتى على الاشواط المفتوحه. قوه عبد الهادي هل هي في اشواط الانتاج ولا اشواط مفتوحه؟ كلها في الانتاج المفتوح كلها قويه. كلها قوه؟ صحيح. يعني توقعاتك كم حصيلتكم من عدد من الرموز؟ والله اتمنى الرموز كلها ما. ولكن كل شوط راح فيه اتمنى اخذ الاول. اتمنى لكم التوفيق اكيد انتم واخوانكم المشاركين. جاهزيتكم شلون؟ والله ابشرك جاهزة عليك. جاهزة. امورها طيبة. الحمد لله رب العالمين. بيض الله وجهك ابو سعيد. وجهك بيض. كلمه اخيره للمحبين شعاركم عبر شاشه التلفزيون. والله اقول لهم ابشروا بالخير ان شاء الله وانتظرونا ان شاء الله في المؤسسه. ان شاء الله نشوفك على منصه التتويج. ان شاء الله باذن الله. هذا وعد؟ باذن الله. توفي بالوعد؟ نعم ان شاء الله. باذن الله اتمنى لك التوفيق. ما في شيء الا بمشيئه الله. صحيح، اتمنى لك التوفيق ابو سعيد. بيض الله وجهك والله يعينك. وجهك بيض. مشاهدينا الكرام هذا ما عند راشد بن سعيد العرج وجاهزيتهم لمهرجان المؤسس اكيد نتمنى لهم ونتمنى لاخوانهم المشاركين التوفيق. خلونا نروح العزبه الثانيه ونشوف استعداداتهم وجاهزيتهم لهذا المهرجان. متواجدين مشاهدينا الكرام في عزبه خجين بن علي العذبه وسط الاجواء التنافسيه وهذه الجمعه الطيبه اكيد ناخذ استعدادات جميع المشاركين. اول انطلاقه ايام المهرجان بكره ان شاء الله اكيد نتمنى لجميع المشاركين التوفيق ونقول لهم فالكم الناموس باذن الله. في البدايه مشاهدينا الكرام خلونا نرحب بمالك العزبه اخ جيم بن علي العذبه. يا مرحبا بك. مسهلا ابو علي. مرحبا بكم. مسهلا. مقبلين على مهرجان المؤسس اول مهرجان يقام في ميدان الشحانيه، شلون استعداداتكم وايش يعني لكم هذا المهرجان؟ استعدادات ان شاء الله طيبه، والله يوفقني ويوفق المشاركين. المهرجان طيب والسنه خير، ما هم مثل كل سنه اكيد، والعالم ان شاء الله كل يطلب توفيق الله. الناس مجهزين والركض أقوى من السنوات اللي راحت ونقول توفيق الله إن شاء الله. أنا ما أتوقع أن في قوة أكثر من القوة اللي إحنا شفناها في المحليات الأولى، ولكن الجميع مو بشرط أن الناس عادين القوة كلها، في ناس يعدون المهرجان ذا ومنه وراه يعني المهرجانات الثانية، ولكن على من غير دول الخليج اللي يعدون المهرجانات هذه والختاميات. صحيح، ولكن على المحليات اللي إحنا شفنا الأولى شفنا سرعة مهيب طبيعية وجهوز حلال وقوة ملاك وكثرة أسماء أكيد كلها متواجدة في ميدان الشحانية. الركض ما عاد فيه فرصة، صعبة الفرصة. أول شيء الناس يقيضون برا للمهرجانات اللي بداية المهرجانات بداية الوقت، والناس يخرون حلال سباق للمهرجانات اللي من هذه وراء، والفرصة قليلة. صار فيه وعي عند الملاك. نعم صار فيه وعي وصار فيه جهوز الناس اللي يجهز بدري واللي يتأخر في التجهيز واللي يلحق واللي على اللي قاعدين نشوفها أغلبية العزب صار عندهم على مرحلتين، حلال بداية الوقت حلال نهاية الوقت. والله هذه طال عمرك تلقاها عند الناس اللي لهم باع طويل ولا مؤسسات كبار. حلو. ولا الملاك الوسط ولا البدو طال عمرك اللي عندهم إلا حلالهم، أظن ما حد يخل إلا مطية يخلها ضلع ولا تأخر عليهم غصب ولا تأخر روحه بروحه. نعم. إيش يعني لكم هذا المهرجان كونه أول مهرجان؟ والله المهرجان ذا طيب، يعني إن الكثير طال عمرك أول شيء يحمل اسم المؤسس مؤسس الدولة الشيخ جاسم رحمه الله. الله يرحمه. ويعني لنا الكثير والحمد لله لقينا فيه جوائز طيبة في السنوات اللي راحت وإن شاء الله نحن نلقى فيه السنة هذه إن شاء الله. على كثرة الأسماء اللي شفناها في التسجيل خاصة على بداية مرحلة التسجيل ما توقعنا أنها توصل لذلك الكثرة، ولكن شفنا كمية أسماء وأغلبيتهم من دول الخليج، أكيد نرحبهم في ميدانهم الثاني في ميدان التحدي ونتمنى لهم التوفيق مثل ما نتمنى لأنفسنا والأخوان المشاركين التوفيق. أول شيء مرحبا بك وبهم. الله يرحمهم. وهم المعازيب وحنا الضيوف. وبالنسبة للأسماء اللي عنده سبوق ما ينشد من الأسماء. مرة. ما يراجع التسجيل؟ ما يراجع التسجيل.
معناته يبغى انك ما تراجع تسجيل كل لا لا انا وغيري والناس يراجعون التسجيل، لكن بالنسبه ككثره الاسماء السبوق هي اللي صحيح تودي الناس قدام. صحيح. عزبتكم ايش الاسماء اللي قدمتوها لنا من بدايه الوقت يعني من بدايه الموسم ذا حتى الحين؟ والله ان شاء الله عندنا مطايس بقت ونافست، وان شاء الله نحن من المهرجان هذا ورا ان شاء الله نحن صامدين ان شاء الله. نقول ان شاء الله اتمنى لك التوفيق. بيض الله وجهك ابو علي. سالم كاظم المري احد ممثلين ميدان الشهيد من دوله الكويت الشقيقه، يا مرحبا بك ومسهلا في ميدانكم الثاني. وبكل بقى يا مرحبا، شرفتونا ونورتونا. الله يرحم والديك. والديك. سالم شو مجهزين لنا ان شاء الله المهرجان المؤسس؟ والله معنا حلال طيب ومجهزين هالمركز ذا، ونقول ان شاء الله التوفيق. ان شاء الله نتمنى لكم اكيد التوفيق. وياك. اسماء قدمتوها في المحليات اللي طافت في ميدان التحدي، جاهزه ان شاء الله الميدان ان شاء الله. ان شاء الله جاهزين لله. جينا على التمهيد اللي طاف ما بعد جهز الحلال وقرب من العرب، والمركاضة إن شاء الله نقول إن شاء الله عدنا العدة. نعم ما حد بجايك أنا له عد العدة. أخوانك المشاركين يقول مثل عين الرجال مع عين الكبة. أكيد ما في حد يروح مع أخوان شمع ما حد مخليها لحد. صحيح صحيح. أنت شو مجهز لنا؟ والله عندي لقي العام لابس على السيارات، ونقول إن شاء الله الدور إن شاء الله إنه إن شاء الله منك التوفيق سيارك وعلى مستوى الرموز. والله الى الحين الحاله توه ما بعد جهاز الجوز اللي موديه للرموز، ولا هو عام منافس على الرموز يعني نافست على الرموز، ولابد اللي في دائره المنافسه لابد انه في يوم ياخذ الرمز، فمعناته ان طموحك عالي واجد. المهرجان ده مو بيومه، اذا جاء يومه قدمنا. معناته انك مأخر شوي. اي انا مأخر على الحلال. لا رحت مع اهل الطائف. لا الحلال مأخر عليه وتوه جاهز الحين. اتمنى لك التوفيق. وياك. يعني ان شاء الله جاهزين في مهرجان باذن الله. ان شاء الله نجيك في المنصة ولا وين؟ بإذن الله تروح السلامة لميدان الشهيد. بإذن الله نتمنى لك التوفيق. وياك. بيض الله وجهك يا سالم. وياك. مرحبا وسهلا. سالم بيض الله وجهك وشكرا جزيلا لك. حمد بن بجاش المري أحد ممثلين ميادين السعودية، مرحبا بك ومسهلا، شرفتنا ونورتنا ميدانك الثاني. كل بقى. طبعا المهرجان غير والتجمع الخليجي غير، وفرحتنا بشوفتكم وشوفة إخواننا الثانيين أكيد غير. ما بشك. ما بشك إن شاء الله. شو محضرين لنا إن شاء الله في مهرجان المؤسس؟ والله محضرين حلال طيب. ومنافس وسابق عندنا ثنية سابقة عندنا حقائق جاهزة إن شاء الله توفيق يا رب العالمين. إن شاء الله أكيد نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لأنفسنا وإياكم التوفيق إن شاء الله. إياك. خلنا نتكلم عنك كمضمر. أنت طيب. كمضمر راضي عن نفسك؟ صحيح. راضي؟ راضي. تمام الرضا؟ الحمد لله. تتمنى الأفضل ولا تشوف أنك وصلت الغمة؟ والله كلنا يطمح الغمة. وأنت ما وصلتها الحين؟ إن شاء الله بنوصلها. حمد بن علي البجاش بيض الله وجهك والله وجهك يعينك. وجهك يا مرحبا بكم مسلم نتمنى لك اكيد التوفيق. وياك ان شاء الله. احنا اول مهنئين ان شاء الله. طول عمرك. الله يعطيك العافيه. مرحبا ومسلم. مرحبا. ابو علي عبد الله بن علي العذبه يا مرحبا بكم مسهلا يا ابو علي. والبقى يا مرحبا يا اخي حمد، ونرحب بك ونرحب قناة قطر في محلكم الثاني. ما بشك الله يرحب بك وطول عمرك، هذا الجمعه الطيبه الحين عيننا عندكم. يا هذا الشيء يزيد في ارواحنا احنا. يا مرحبا بكم ونشكركم على حسن تعاونكم وعلى نشر اخبار اهل الريس. الله يجزاك خير ويطول عمرك. ابو علي مهرجان المؤسس على ابواب، انطلاقتها ان شاء الله بكره. اكيد صحيح. مهرجان قوي، شين لكم انتم كمضمرين هذا المهرجان. صحيح هذا مهرجان الشيخ جاسم الله يرحمه. مهرجان كبير والمهرجان كل راعي ذلول يعد له. صحيح. ومستعدين ان شاء الله وعدين له العده ونسال الله التوفيق. اللهم امين. والفوز الأول والأخير هو الاشتراك في هذا المهرجان. صحيح. لو نتكلم بعيدا عن الدبلوماسية، الركض قوي. صحيح. وصل الحلال قمة جهوز. صحيح. وصلت سرعات يعني سرعات مهيلة. صحيح. والله العظيم الواحد يعني ينصدم من اللي هو قاعد يشوف. صحيح. لو قلنا أنه على بداية موسم في المحليات اللي طافت اعتبروها المشاركين مهرجانات. صحيح. الحلال الله يسلمك من أول كان يقيضونها العرب وكان يرخون عليه في القيض، الحين صار مهرجانات في القيض. ويجي الحلال جاهز. حلو. يعني بدال في الصفري انه يكون يعني نص جاهز ولا شيء، لا يجون جاهزين مره واحده ويصير الركض قوي من المحلي الاول. ولكن الذلول ما تعطيك ما تواصل الوقت الحالي، تعطيك ركض ركضين ثلاثه عقب تقب وتعود. صحيح. بس فيه ناس يعني عرفوا كيف يديرون الذلول. هذا اللي يدل على وعي المضمرين. صحيح. يعني ما عاد في احد يغفل من الذلول. صحيح. وعي المضمرين وكثر من اللحظة مع الدلول في جميع الأوقات. صحيح. ما يلحقها غلط ولا يلحقها أي شيء. بعدين تطور الأجهزة، تطور العلاجات، تطور الطب. صحيح. صار كل شيء يعني خلاص ما عاد فيه، أول ما يعرفون خلة الدلول قليل، والحين يعرفوا خلة الدلول
وبعضهم يغير المكان، وهذا صحيح. تغيير المكان تغيير نفسية للدلول اللي هي التهوية. نعم التهوية، هذا تغيير كامل نفسيا للدلول و... والمالك الدلول بعد المالك الدلول. نعم صحيح، يعني إذا تغير عليه المكان. نعم إذا على اختلت الدلول وغير مكانها وردها عودت الدلول مثل أول وحسن. يعني نقدر نقولها على شارع، إذا لف من الشارع صحيح عود وركبها الشارع غصبا. نعم صحيح. الدلول متى تجيك على كيفك؟ الدلول الله يسلمك متى يكون غمة جهوزها؟ غمة جهوزها إلى هبة البراد. صحيح، إلى هبة الشمال وجشتا وقل شروب الدلول جهزت الدلول. صحيح. في القيضة عندنا في ميدان الشحانية أغلبية الناس اللي يسقي مرتين، اللي يسقي ثلاث، اللي يسقي سقوة، يعني الناس صار فيهم وعي، حلال يسقي سقوتين، حلال يسقي سقوة واحدة. صحيح. يعني يشرب مرة واحدة في الماء. نعم. يعني هذا يدل على وعي المضمرين ومواكبة سرعة الأحداث. الناس يشتركون في الطائف وأنت تشترك هنا. بس الدلول اللي تقيض في حر مهم مثل الدلول اللي تقيض في برد. تكون لينة. نعم. صحيح. الدلول إذا كانت في حر تكون لينة واجد، حتى لو إنك مجهزها جهوز صح. هي مثل الدلول اللي تجي من براد. صحيح. وتجي من تحميل من طريق طويل. صحيح. تجيك الدلول جاهزة من جو بارد، ولا هي مثل الدلول اللي مقيضة في حر وفي رطوبة. صحيح. تشرب. نقدر نقول نحن مقبلين الحين على مهرجان المؤسس وصل الحلال قمة جهوزه، خاصة اللي مقيض في ميدان الشحنة. صحيح. تساوى الغارب والسنم. صحيح. تساوى الغارب والسنم. صحيح. أنتم شو مجهزين عزبتكم إن شاء الله في مهرجان؟ والله إن شاء الله مجهزين الحلال كله، عندنا فئة الحقائق. وعندنا فئة في اللقاية، عندنا فئة في الجذاع، وعندنا حايل إن شاء الله، نسأل الله التوفيق. الأشواط المليونية عيون المضمرين عليها، ولكن صعب الوصول لها. نعم، كل عيون المضمرين على الأشواط المليونية، ويبغي لها عدة مهيب سهلة، ويبغي لها حلال بعد نوعيات مهيب سهلة. نقدر نقول إن شوط الخمسة مليون ما يقدر عليه إلا كم شخص، نتكلم عن شبه المؤسسات. صحيح. أنت لو دخلت في شوط الخمسة مليون بكذا مطية، مو مثل تدخل مطية واحدة. حلو. لأن اللي بيسبق مطية واحدة، لكن حلو. إذا كان معك خمس مطايا وست، مثل لعب الكورة. صحيح. يعني أوراق، تحرق أوراق علشان مطية واحدة. ولكن أنت كمضمر تشتري الناقة باثنين مليون وبثلاثة مليون عشان تحرقها ورقة. نعم. الناموس، فرحة الناموس هذه تسوى لها مساوي. تسوى الملايين. تسوى خمس مليون. طيب. يعني نقدر نقول نشاط المهرجان الحين الناس كلهم يتغربون من أهاليهم، يتغربون ويخسرون دم كبودهم علشان لذة الناموس. صحيح. لذة الناموس هذه تسوى لها ملايين، حتى لو أنه باع وكذا وخسر وراح، الناموس ينسيه كل شيء. فهذه بحد ذاتها يعني رياضة مهيب عادية. صحيح. أنا الحين يعني أصنفها من العالمية، يعني من الرياضة العالمية. وصل الحلال في أشواط السيوف، خلينا نتكلم، إلى يعني إلى سرعة فائقة. تيم الجزيرة هذا مستبعد خلاص، ما حد يقدر يقرب من تيم الجزيرة إلى الوقت الحالي. صحيح. ولكن على مستواها ما شفنا لحد الحين. لا ما في. إلا أنهم قربوا من 12 صافي، 12 صافي 12 دقيقة في مسافة 8 كيلو. لا قربوا 12 بس ما وصلوا يعني تيم الجزيرة. صحيح. الله يحفظها الجزيرة، يعني نادرة. نادرة. صحيح. يعني صعب مطية هذه تجي يمكن في 20 سنة، يمكن تجي واحدة ولا في 25. سموها المعجزة النادرة، وهذا الاسم المتفق عليه يعني. صحيح. ولكن احنا نتكلم الحين عن الكواليتي. صحيح. الكواليتي هذا صعب الحصول عليه. صحيح. ولكن السبق العادي موجود. نعم. ومتى يحصل الكواليتي؟ متى يحصل رجع على الكواليتي؟ متى تقدر تقول ان انا عندي ناقة نادرة؟ انا بعلمك، هذا بالمشترى ولا بالانتاج الفاخر. حلو. اذا قد عندك انتاج يعني فاخر ونوعيات نادرة، يصير الشوط سهل. صحيح. اذا جاتك المطية النادرة خلاص ما عاد تفكر في الشوط. الله يرزقك من هذا يا رب. الله يسلمك وياك. أبو علي، كلمة أخيرة لمحبين شعارك ومحبين. أول شيء نشكرك يا أخ حمد، نشكر قناة قطر. لا شكر على واجب. وصراحة ما قصرتوا على نقل أحداثها للرئيس، وهذا شيء ما يستغرب عليكم. الله يجزاك. ونسأل الله التوفيق في المهرجان هذا والمهرجانات القادمة إن شاء الله. نرجع لك. مرحبا يا سالم. مرحبا بك سالم. قبلة هالكويت دائما غير، حتى على مستوى الحلال اللي حملنا الكويت ونكسنا على ميدان الشحانية، تغيرت الدلول 180 درجة. لأن أرض الكويت مسس. صحيح. ميدانها مسس. والأرض الميدان اللي المسس دائما رأيتها تركض. تركض في جميع ميدان. في جميع ميدان تطلع منه تركض. يعني ما نمت عني ومتخسر ومحمل الكويت بدور القاع مسس وبشيل صوبها. لا يفرق. يعني أنا أبغى الفرق اللي هنا وش. الفرق أول شيء بعد. مطية تحمل تأخذ لها وقت في السيارة.
والارض مسس. الارض مسس لو تروح على قولتك تركض رعيتها. حلو. شوف الميادين اللي مسس ما تركض رعيتها مره. مثل ميادين وايد ما تركض. شوف عندك في السعوديه عندك ميدان السيح. حلو. ذلول اللي طلعت منه وهي سابقة في السيح فعلت في الخليج. ميدان السيح اللي نعرفه ان الذلول اللي تطلع منه معها ليسن ثقيل خلاص ما بس تنسل. خلاص لانها مسس. صحيح. في دوار ما هي مسس. معناته انت تتشابه بميدان السيح. ابرز الحاله اللي طلع من ميدان الشهيد وتسيد في الميادين الخارجيه. شوف ما في مطية تسيد الميادين. حلو. في مطايا فعلت مثل بعير العجمي اللي اخذ الرمز انا. حلو. تسمع نشرة الشحانية. اخذ الرمز هو بعدين عزاب الكويت لا تقارنها بعزاب الشحانية والامارات. ترى الميدان كله ما يجي 40 عزبة. حلو الكلام. يعني لو نسبه تناسب ما في وجه مقارنة مع ولكن انتم تصمدون اهل الشحانية تصمدون اهل الميادين الخارجية حلو. حلو شوي ولكن الحلال نوعيات على ما قلت انت. حلو. في نوعيات حلال طيبة. نوعيات اللي قدمت لها أنت يا سالم؟ أنا قدمت سيوف سبقت أنا وشراء الشحانية والعام اللي وراه جلمودة. حلو. كلها منافسة مأخذ مواتب. جلمودة لقية الحين؟ لا بعتها لقية. يعني ذاكرتي إن شاء الله مضبوط. أي نعم. طيب بيض الله وجهك يا سالم. وجهك أبيض. وش مجهزين لنا المهرجان المؤسس؟ والله عندي لقية وعندي حقائق. الجاهزية شلون؟ والله على أول جوز الحق بس مين مقصر ان شاء الله ما تقصر ان شاء الله باذن الله. اتمنى لك التوفيق. نوعيات ولا مجرد مشاركه؟ لا لا ان شاء الله انها نوعيات. نوعيات. متفائل دائما؟ باذن الله. باذن الله. كم اخوانك المشاركين؟ والله ندعي التوفيق لنا ولهم ان شاء الله. لك قدامهم ولا هم كلهم؟ ما حد بدي على روح ما بدي اروح في النار. الله يجزاك خير يطول عمرك بيض الله وجهك والله يعينك ويطول عمرك. يا مرحبا. مرحبا ولفق يا ابو. مرحبا. نختم معك يا ابو علي. يا مرحبا بكم. تبقى يا ابو وما سهلا. والله يحييكم وشرفتونا في محلكم الثاني. الله يجزاك خير وبيض الله وجهك والله لا يهينك على هذه الجامعه الطيبه. يا مرحبا بكم. الكلمه الاخيره للمحبين شعارك. والله نقول ان شاء الله يبشرون ان شاء الله بالخير. والله يوفقنا ويوفق المشاركين كل شيء متوفيق. الله بيض الله وجهكم جميعا. مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم الى ختام هذه الفقره. اود التذكير بين الحلقتين الجايه بتكون تغطيه خاصه لمهرجان المؤسس طيب الله ثراه. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني وفي امان الله.